منو هي آلاء حسين؟ وشوكت دخلت للوسط الفني؟ وشنو يلقبوها المخرجين العرب؟ وشنو هي أهم أعمالها؟ خلي الهدايا بعدين، أنت هسه تعبان، ارتاح. ومنو هو زوج الفنانة آلاء حسين؟ وياكم عمر الرياض، نتوكل على الله ونفتح الدكان. اسمها آلاء حسين علي سلمان، انولدت ببغداد وتحديداً بمنطقة الوزيرية، من مواليد 1980، تزوجت الفنان سعد مجيد وانفصلت عنه. أو عن انفصالها عن زوجها تقول: أنا فكرت بالانفصال من أول 4 سنوات بالزواج بسبب اختلاف وجهات النظر والآراء، لكن حبيت أن أنطي فرصة. وطبعاً آلاء حسين ما عندها أطفال، وتقول: هذا الموضوع أرفض أن أتكلم به. حاصلة على دبلوم فنون جميلة قسم فنون تشكيلية، وأيضا بكالوريوس مسرح فرع تمثيل، يعني فنانة تشكيلية وممثلة بنفس الوقت. أكثر لقب تحبه وقريب من عندها هو لقب لؤلؤة الشاشة والمسرح. دخلت للفن بمنتصف التسعينات بعمر 16 سنة، وأول انطلاقها كان من خلال منتدى المسرح. أول بطولة إلها كانت سنة 1998 بمسرحية العباءة، وهاي المسرحية قدمتها بمسرح الرشيد وأخذت جائزة الدولة لفئة الشباب. والدها كان أول الداعمين إلها، وكان يروح وياها للمسرح إلى انتهاء العرض. ابتعدت عن المسرح لظروف، لكن هاي الظروف رفضت أنه توضحها، ورجعت بسنة 2004 بمسرحية اللؤلؤ المفقود، وعام 2004-2005 حازت على لقب أفضل فنانة عربية بمهرجان المسرح الأردني. آلاء طموحها كبر وتوجهت للتلفزيون، وكان أول عمل إلها هو مسلسل عشاق، واللي مثلت به دور تونة. أحس نفسي كلش خايفة. من شنو خايفة تونة؟ وبهذا العمل مثلت مع أهم نجوم الدراما العراقية وأبرزهم بهجة الجبوري، سامي قفطان، والراحل عبد الخالق المختار. لكن كان الظهور الأبرز إلها بذيك الفترة هو مسلسل مناوي باشا الجزء الثاني، اللي ظهرت به بدور أحلام. وطبعا هذا المسلسل تم إنتاجه سنة 2004، وظهرت بالمسلسل بدور بنت ريف وأبوها فقير، وتزوج من الراحل عبد الخالق المختار اللي كان يمثل دور جوهر بيك. ظهورها بمناوي باشا كان مميز جدا، وأتقنت اللهجة الجنوبية بشكل احترافي، رغم أنه آلاء حسين هي بنت بغداد. بعدها اشتغلت أعمال كثيرة، ومن ضمنها مسلسل جواهر اللي مثلت به عدة شخصيات، أو أيضا شاركت في مسلسل البركان وبيت الشمع والحب والسلام. بمسلسل الحب والسلام ظهرت بدور نادية، وتقول: هذا العمل اعتبره هويتي الفنية، لأن هذا العمل كان يمثل وضع البلد وظروفه بذاك الوقت. استمرت آلاء حسين بالنجاح إلى أن دخلت عالم الكوميديا سنة 2010 من خلال المسلسل الكوميدي عزوز وتمارا، وكانت من المحطات المميزة بحياتها أيضا تجسيدها لدور سليمة باشا، وكان هذا المسلسل من بطولة كاظم القريشي والفنان علي عبد الحميد اللي جسد دور الفنان الراحل ناظم الغزالي. آلاء حسين برزت بشكل كلش واسع بمسلسل زرق ورق اللي استمر ال4 أجزاء، وأيضا حامض حلو مع أسامة الشرقي بمشاركة نجوم الكوميديا. هواي جوائز حازت عليها آلاء حسين، وكان من أهمها جائزة الهلال الذهبي سنة 2019 كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل حامض حلو، وتكرر التكريم سنة 2021 عن دورها في حامض حلو. وكان من طموحات وأحلام آلاء حسين أن تدخل بمجال الإعلام وتقديم البرامج، وفعلا دخلت بهذا المجال وقدمت العديد من البرامج، ومن أهمها الصدمة، النهر الثالث، جيل الطيبين، وبرنامج في ضيافة آلاء. آلاء حسين صرح دائما تصريحات قوية ومهمة، وصرحت بخصوص الفن وقالت: بالوقت اللي ينعرض علي عمل من حقي أن أسأل فلان إيش قد أجوره، أو آخذ لو مثله لو أعلى من عنده، وأرفض أن آخذ أقل من أجوره. وتقول: لو لم أكن ممثلة لكنت ناشطة. أو عن المسرح تقول: المسرح في طريقة إلى الاندثار. وتقول: فترة من الفترات رفضت عروض معينة لأنها تسيء البلدي وتسيء للمرأة العراقية، وأرفض أي عمل يسيء للعراقيين وللمرأة العراقية حتى لو كان هذا العمل يرشحني لجائزة الأوسكار. وعن معاناتها بهذا الوسط تقول: سنة من السنوات كان عندنا مسلسل
لكن الإنتاج رفضوا أن يجيبوننا ملابس لتجسيد هاي الشخصية. ورحنا أنا والفنان غالب جواد واشترينا ملابس قديمة من بارات الكاظمية. بعدها كتبوا بالجريدة أنه آلاء حسين تلبس من البارات، وكان ردها جدا قوي. يشرفنا نلبس من البالات، احنا ما بعنا نفسنا لأي سبب من الأسباب، احنا ناس حافظنا على روحنا. أو أفتخر كنت ألبس حذاء تعبان وملابس من البالات، ورفضت أقبل عرض مسرحية بمليونين دينار، وهذا العرض كان يجبرني أن أشد وصلة وأرقص على المسرح. وتقول ماكو شيء اسمه انجبرت وقدمت تنازلات، وليش أنا ما حد قدر يجبرني أن أقدم تنازلات. وبالآونة الأخيرة كانت مشكلة آلاء حسين هي دائرة السينما والمسرح بالإضافة إلى كل الفنانين، وكانت ترد على محاولات هدم مسرح الرشيد ودائرة السينما والمسرح، وقالت إحنا دروع بشرية، أنتوا شبنيتوا حتى تهدمون المسرح. هاي كانت أهم محطات حياة الفنانة آلاء حسين. اللي يعرف معلومات أكثر يا ريت يذكرها لنا. تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.